تدرس الآن هيئات الهكسان حلقي ثنائي التفرع disubstituted. لنبدأ مع الصيغة البنائية هذه، حيث لدينا مجموعة مثل تخرج باتجاهنا، سأملأ هذا الوتد هنا. حسنا، هذا كربون رقم واحد وهذا كربون رقم اثنان، وسيكون لدينا مجموعة مثل أخرى تخرج باتجاهنا في الفضاء، سأملأ هذا الوتد أيضا. لنفكر في كيفية تسمية هذا، بداية هذا سايكلو هكسان هنا، ولدينا مجموعتين مثل عند المواقع واحد واثنان، إذا 1.2 داي مثل سايكلو هكسان، هاتان المجموعتين تخرج باتجاهنا، إذا هم في نفس الجانب، بحال إذا فكرنا في المستوى المسطح لحلقة الكربون هنا، إذا سنسمي هذا سيس، تعني أنهما في نفس الجانب. إذا كان لدينا سيس داي مثل أو سيس 1.2 داي مثل سايكلوكسان، فإن مجموعتي المثل هم في نفس الجانب من الحلقة، وفي هذه الحالة هما في اتجاه الأعلى. لنضع مجموعات المثل هذه في هيئة الكرسي هنا على اليمين. شاهدنا في الفيديو السابق أن هذا الكربون رقم واحد وهذا الكربون رقم اثنان، وإذا كان اثنان نريد أو يجب أن تكون مجموعة مثل في الأعلى عند الكربون رقم واحد، هذه المجموعة الأولى عند الكربون رقم واحد، ونريد أيضا مجموعة مثل الأعلى عند الكربون رقم اثنان، إذا هنا مجموعة المثل الثانية بهذا الشكل. والآن يمكن رؤية أن كلا هاتين المجموعتين، واحدة منهما للأعلى محورية والثانية للأسفل وهي استوائية، لنرقم ذرات الكربون في جميع الهيئات التي لدينا، هذا الكربون رقم واحد وهذا الكربون رقم اثنان، وشاهدنا كل هذا في الفيديو السابق. هذا الكربون رقم اثنان هنا، حيث سنأخذ هذا الكربون ونسحبه للأسفل. إذا قمنا بذلك سنرى أن هذا الكربون سيصبح هذا الكربون هنا، إذن هو الآن هنا، هذا الكربون رقم واحد وهذا الآن الكربون رقم اثنان. إذا ميلناه قليلا سيكون هذا في النهاية الكربون رقم واحد وهذا الكربون رقم اثنان. الآن لنضع مجموعات المثل. إذا كان لديكم نموذج الذرات جربوا هذا بأنفسكم لتكون الأمور أوضح وأسهل بالنسبة لكم. سترون إذا تابعنا أو إذا اتبعنا وضعنا مجموعات المثل، سيكون لدينا مجموعة مثل هنا عند الكربون رقم واحد ومجموعة مثل هنا عند الكربون رقم اثنان، وهنا لدينا مجموعة مثل، وهنا لدينا المجموعة الثانية. عند سحب الكربون رقم واحد للأسفل فإن مجموعة المثل عند الكربون رقم واحد ستتحرك إلى هنا، ومجموعة المثل عند الكربون رقم اثنان في الواقع ستتحرك للأعلى، وفي الهيئة الثانية من الكرسي مجموعة المثل عند الكربون رقم واحد ما زالت للأعلى بالنسبة لمستوى الحلقة، ومجموعة المثل عند الكربون رقم اثنان ما تزال للأعلى بالنسبة لمستوى الحلقة، لكن هي مختلفة قليلا عن ما بدأنا به. تذكروا بدأنا مع مجموعة مثل عند الكربون رقم واحد وكانت محورية، وعند عمل انقلاب للحلقة فإن المجموعة المحورية ستكون في النهاية استوائية على هيئة الكرسي الثانية، وبالنسبة لمجموعة المثل عند الكربون رقم اثنان كانت في البداية للأعلى واستوائية، وفي النهاية أصبحت للأعلى ومحورية، إذا تحولت من استوائية إلى محورية. هذا فقط تذكير لكيفية إيجاد أين تنتقل التفرعات عند رسم هيئات مختلفة للكرسي. لنرى إذا كان بالإمكان رسم هيئات الكرسي هذه بعدما علمنا موضع مجموعات المثل المختلفة. آمل أن تمارسوا رسم هيئات الكرسي، وعند عمل ذلك تذكروا أن تقوموا بهذا ببطء شديد، أن تحصلوا على شكل مقبول للسايكلوينكسان. عند الكربون رقم واحد سنسير باتجاه الأعلى، وعند الكربون رقم اثنان سنسير للأسفل، للأعلى للأسفل للأعلى وللأسفل. وبالنسبة إلى كل التفرعات الاستوائية سنبدأ للأسفل ومن ثم لأعلى ومن ثم أسفل أعلى ومن ثم للأسفل ومن ثم للأعلى. إذا هنا حلقة السايكلوكسان المثال هنا لدينا عند الكربون رقم واحد، هذا الكربون رقم واحد، كان لدينا مجموعة مثل الأعلى هذا للسيس داي مثل سايكلوكسان، وعند الكربون رقم اثنان هذا هنا هو
الكربون رقم 2، لدينا مجموعة مثل الأعلى بهذا الشكل، لنرسم هيئات أخرى للكرسي. إذا سنقوم بهذا ببطء، انتبهوا، سنرسم هيئة الكرسي ونحاول جهدنا لجعل هذه الخطوط الثلاث مجموعات من الخطوط المتوازية. عند الكربون رقم 1 نبدأ للأسفل، عند الكربون رقم 2 نكون للأعلى للأسفل، للأعلى للأسفل للأعلى، الآن الاستوائي للأعلى للأسفل للأعلى للأسفل، ومن ثم للأعلى ومن ثم للأسفل ومن ثم للأعلى ومن ثم للأسفل. إذا هذه هي هيئة الكرسي. الكربون رقم 1 هو الآن هنا. مجموعة المثل كانت محورية، هنا ستصبح استوائية. عفوا، مجموعة المثل عند الكربون رقم 2 كانت استوائية، الآن ستكون محورية. إذا لدينا هذه الوضعية، أي من هذه الهيئات هي الأكثر استقرارا؟ إذا فكرنا في الهيئة على اليسار، لدينا تفرع محوري، إنه لدينا تفرع واحد استوائي. وإذا فكرنا في الهيئة على اليمين، لدينا أيضا مجموعة مثل محورية وواحدة استوائية. إذا ولا واحدة من هذه الهيئات أكثر استقرارا من الأخرى، كلاهما هيئات مستقرة لواحد داي اثنان داي مثل سايكلوهكسان. إذا كلاهما لديها نفس مستوى الطاقة. لنفحص مثالا آخرا، وأيضا سأختار الواحد اثنان داي مثل سايكلوهكسان، لكن هذه المرة سنضع مجموعات المثل على جوانب مختلفة من الحلقة. هذا الكربون رقم 1، ولدينا مجموعة مثل تخرج باتجاهنا واتجاهنا بهذا الشكل، وعند الكربون رقم 2 لدينا مجموعة مثل تبتعد عنا، سيكون لدينا مجموعة مثل تبتعد عنا. إذا هذه مجموعة المثل الثانية باتجاه داخل الصفحة. مرة أخرى لدينا واحد اثنان داي مثل سايكلوهكسان، واحد اثنان داي مثل سايكلوهكسان. لكن هذه المرة مجموعات المثل هي في جوانب متعاكسة، نسمي هذه الوضعية ترانز. ترانز، إذا هما في اتجاهات متعاكسة، ترانز واحد اثنان داي مثل سايكلوهكسان، هذا جزيء مختلف عن سيس واحد اثنان داي مثل سايكلوهكسان، حيث لا يمكن تدوير ترانز إلى سيس والعكس صحيح. إذا هذا جزيء ترانز مع خصائص مختلفة وهيئات كرسي مختلفة. لنرسم هيئات الكرسي لترانز واحد اثنان داي مثل سايكلوهكسان. إذا مرة أخرى ببطء سنرسم هيئة الكرسي، ستبدو شيء كهذا، ومن ثم للأعلى للأسفل لأعلى لأسفل للأعلى وللأسفل، وهنا لأسفل للأعلى لأسفل للأعلى لأسفل ولأعلى. الآن لنرسم هيئة الكرسي الثانية، هنا سنرسم بحذر شديد بهذا الشكل. هذا الكربون الآن كربون رقم 1، إذا نسير للأسفل للأعلى ثم للأسفل ثم للأعلى ثم للأسفل ثم للأعلى، وهنا لأعلى لأسفل لأعلى لأسفل لأعلى ومن ثم لأسفل. طبعا هذا يحتاج الكثير من الممارسة. حسنا، عند الكربون رقم 1، هنا الكربون رقم 1 لهيئة الكرسي، لدينا مجموعة مثل للأعلى، إذا لنضع مجموعة المثل لأعلى بهذا الشكل. عند الكربون رقم 2 ستكون مجموعة المثل الأسفل بالنسبة لمستوى الحلقة. هذا الكربون رقم 2، سنسير للأسفل بالنسبة لمستوى الحلقة بهذا الشكل. إذا يمكن رؤية أن مجموعة المثل البنفسجية الآن للأعلى، ومجموعة المثل بالأحمر هي للأسفل، إذا هما في اتجاهين مختلفين، لذا هذه الوضعية تسمى ترانز. إذا قمنا بعمل انقلاب الحلقة، هذا سيصبح كربون رقم 1، ومجموعة المثل التي كانت بوضع محوري ستصبح بوضع استوائي، لكن ما تزال للأعلى بالنسبة لمستوى الحلقة. لنفكر في مجموعة المثل هذه عند الكربون رقم 2، هذا الكربون رقم 2، هنا كانت المجموعة بوضع استوائي وللأسفل، الآن ستصبح للأسفل ومحورية، إذا مجموعة المثل ستصبح هنا بالضبط
إذا فكرنا في هاتين الهيئتين، أي واحدة من هذه الهيئات هي الأكثر استقرارا؟ نفكر في الهيئة على اليسار، لدينا مجموعة مثل محورية هي الأكثر استقرارا، نفكر في آسف وهذه محورية أيضا، إذا لدينا مجموعتين محوريتين هنا على اليمين، لدينا مجموعة مثل استوائية ومجموعة مثل أخرى استوائية، إذا كلاهما استوائي. تذكروا نريد أن نحصل على المجموعات الكبيرة الاستوائية، لأن هذا هي تقلل من الإعاقات الفراغية، لذا يتبين لنا أن الهيئة على اليمين هي الأكثر استقرارا لترانس 1-2 داي مثل سايكلوهكسان، وهذا الجزيء يتبين أنه أكثر استقرارا من سيس 1-2 داي مثل سايكلوهكسان بسبب ليس لديه هيئات كهذه الهيئة المستقرة هنا، أن السيس دائما نضع المجموعات الكبيرة الاستوائية بعيدا عن بقية الحلقة لتقليل الإعاقات الفراغية. لنحل مثالا آخرا، لنفحص صيغة بنائية أخرى، لنفحص هذا الجزيء وهو أيضا لديه تفرعين، سنضع مجموعة إيثل الآن تخرج باتجاه هنا، إذا CH2 CH3، ومن ثم مجموعة مثل مبتعدة عنا، هذا سيكون الكربون رقم 1 وهذا الكربون رقم 2 وهذا رقم 3. إذا لنرسم هيئات كرسي معينة ولنرى إذا كان بالإمكان أن نحدد الاستقرار لهذه الهيئات بالنسبة لهذا الجزيء. لنرسم هيئة الكرسي هنا على اليسار مرة أخرى، للأعلى لأسفل للأعلى لأسفل للأعلى لأسفل للأسفل لأعلى لأسفل لأعلى لأسفل لأعلى. حسنا، ولدينا هيئة الكرسي الأخرى، لنرسمها هنا، ستبدو هكذا، للأسفل لأعلى للأسفل لأعلى للأسفل ولأعلى، ومن ثم لأعلى ولأسفل لأعلى ولأسفل للأعلى لأسفل. لنبدأ مع مجموعة الإيثل، مجموعة الإيثل تخرج من الكربون رقم 1 وهي الأعلى، هنا الكربون رقم 1، لنضع مجموعة الإيثل للأعلى بالنسبة لمستوى الحلقة هكذا، ومن ثم عند الكربون رقم 2 لدينا مجموعة مثل للأسفل، لا آسف، عند الكربون رقم 3، هذا الكربون رقم 1 وهذا الكربون رقم 2 والكربون رقم 3 هو هنا، إذا لدينا مجموعة إيثل للأسفل عند الكربون رقم 3. إذا هذا يعني أن مجموعة المثل هي هنا، إذا هنا CH3. وعندما نقوم بعمل انقلاب الحلقة، الكربون رقم 1، هذا الكربون رقم 1، مجموعة الإيثل المحورية ستصبح استوائية، إذا CH2 CH3 هنا، الكربون رقم 3 سيكون هنا، لدينا عليه مجموعة مثل وهي كانت للأسفل واستوائية، الآن ستتحرك للأسفل وتكون محورية، أي من هذه الهيئات هي الأكثر استقرارا لهذا الجزيء. حسنا، إذا فكرنا في الهيئة على اليسار، لدينا مجموعة إيثل محورية ومجموعة مثل استوائية، وعلى اليمين لدينا مجموعة مثل محورية ومجموعة إيثل استوائية، بما أن مجموعة الإيثل هي أضخم من مجموعة المثل، سنفضل أن تكون مجموعة الإيثل في الوضع الاستوائي، إذن يتبين أن هذه الهيئة هي الأكثر استقرارا، ويمكن عمليا قياس هذا الحساب، يدلنا أن الإعاقة الفراغية لمجموعة الإيثل المحورية هي 8 كيلو جول لكل مول. إذا وجود مجموعة الإيثل المحورية يعني أن لدينا إعاقة فراغية تساوي 8 كيلو جول لكل مول، بينما وجود مجموعة المثل المحورية يعني أن لدينا 7.6 كيلو جول لكل مول. تذكروا الطاقة الأقل تعني الأكثر استقرارا، إذا الهيئة على اليمين هي الأكثر استقرارا. نرى.